بتمنى انه يكون الجيش اللبناني ما يكونش قوة دولية، انا مش مع لا. يعني نتمنى انه الدولة الكريمة تنشر قوات دولية لحماية حدود لبنان من جميع المسلحين ومن جميع الدول. لا ارى من المنطقي انه ينوضع قوات دولية على الحدود بين لبنان وسوريا، لانه بالنهاية سوريا هي دولة شقيقة. اكيد انا مع نشر قوات دولية على الحدود لبنان سوريا. قوات الطوارئ الموجودة في جنوب لبنان لصالح اسرائيل ولصالح دول الاوروبية، والقوات اللي عم يقولوا بدنا نحطوها بين سوريا ولبنان لصالح المعارضة اللي تابعة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. الله يهدي البير باليونيفير أو بلا اليونيفير، وتهدى بسوريا وتهدى بلبنان وبدول العربية كلها. يبعث الخير للجميع.